www.alrahib.net. الخور وقطر لقاء متكافئ بين ناديين. وصلنا لمسك ختام دور الثمانية لمسابقة كأس سمو أمير البلاد المفدى وقمة القمم بين الريان والسد. حقيقة واحدة ننتظرها تتعلق بفائز قد يجد طريقه سهلا للوصول إلى منصة التتويج. الجماهير حاضرة والأجواء مبشرة بأداء أكثر إقناعا على شاكلة مباراة العربي والغرافة. لا أحد يريد أن يخسر ولا بد من وداع آخر حزين وأفراح كبرى بالنصر المنتظر. هذه مباراة كاس وما تدريش اللي يصير في المباراة، ومثل ما انتو يعني كإعلاميين متفائلين في السد، حنا كجمهور الريان متفائلين في الريان. وانا اقول لك ان شاء الله انه يثبت جدارته اليوم وباذن الله يفوز. عندكم نقص بمتعب ممكن يأثر عليكم صح؟ لا بالعكس، النقص هذا يعطينا دافع قوة ازيد. اذا كان تفكر ان النقص هذا يأثر على الفريق، لا انا اكد لك انه يعطي دافع قوة. اول مرة ادش مباراة الزعيم واحنا واثقين صراحة. لو ما كنا واثقين كان الجمهور كلهم ما جاء يطلع، بس احنا واثقين الحمد لله. ثلاثة وفوق. لك يا اميرسون وصعب عليكم؟ صعب على من؟ السد تباري الرهيب انت. الرهيب قبل يا اخي، الله يرحمه ايام الرهيب. خلال هذا اللقاء اللي هو سلمان مصبع هنا ماجد يحاول المرور الان في منطقة الجزاء. ركلة جزاء. ركلة جزاء. واقف مدرجات السد، جماهير السد كلهم واقفين. هنا المحاولة هي جول، خذها مني جول. 1-0 للزعيم. إيمرسون في الجول. 1-0. الزعيم يتقدم. وللزعيم لعيبة في أرضية الملعب. قولي 1-0 لكم بلنتي، تحافظون على النتيجة ولا ريان برد عليكم؟ إن شاء الله نحاول نجيب جول ثاني، لان الصراحه ان بعد الخساره الاسيويه ما نبي غير كاس الامير. طبعا هي مو راضيين هالشيء. انا الصراحه البطولات المحليه تعودنا عليها وصار شيء عادي بالنسبه لنا. نبي ان شاء الله الاسيويه ان شاء الله الموسم الجاي، عاد ان شاء الله بس نفوز اليوم. واللاعب الدولي هنا يضع الزعيم والسد في المقدمه بهدف. البرازيلي الاصل القطري هنا اللاعب إيمرسون يضع نادي السد في المقدمه. حبيبي لعيبتنا اغلبيتهم بقول لهم مسرحين خلاص، يعني مسرحينهم يلعبونهم، وش تنتظر منهم؟ يلعبون بغيره، يلعبون بحماس، وهم بقول لهم توكلوا على الله. واذا الاداره بيقولون لا ان هذا كلام غير صحيح، ليش ما في احد طلع ونفى الخبر هذا؟ كلهم اللعيبه بقول مسرحين. المطلوب للدولي الروسي باسكتوف خطا الان، محاوله في منطقه الجزاء، الخطوره ابراهيم ماجد يلعبها. الثاني من ابراهيم ماجد، الثاني من ابراهيم ماجد. نزل الريان للبحث عن هدف التعادل فاذا به يستقبل الهدف الثاني. 2-0 لكم لحد الحين، بس في وقت ها؟ لا تو الناس يا ان شاء الله الثالث والرابع ان شاء الله. وانا قايل لك 3-0 ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وبيسوونها على الذياب ان شاء الله. الرهيب ممكن يسويها ويتعادل. لا الرهيب قدام الزعيم لا برهيب ولا غيره ان شاء الله. ميدان يا حميدان ان شاء الله، هذا اللعب قدامك الحين. 2-0. ما راح يفوزون عليكم اليوم؟ ها؟ اكون رصينهم 2. ما راح يرصونكم؟ اكيد. ايه سد فايز ان شاء الله، لا تقول ريان، سد ان شاء الله. ريان عذرهم ايش حكم؟ هذه المره الله يستر، اكيد ما لهم عذر يعني، حكم ما حكم. الله يستر من العذر الجديد، يمكن يقولون الكوره يعني ولا ما ادري. شنو اللي قصدته انت زين من كلامك وتوضح حق الجمهور العماني عشان ما يزعل، لان بالنهايه احنا برنامج جماهيري ويخص دول الخليج دول العربيه كلها.
بالعكس، الجمهور العماني كله فوق راسي، واذا هم فهموني بالغلط او شيء السموحه، وهم عزيزين على قلبي وخصوصا المخيمي على قولة حريه المتحف المتحرك، احنا مثلنا ويا بعض في خليج 17. بالعكس، وانا اذا الجمهور العماني يحس في غرشة الماء ان انا قلت جايبها من عمان زعلان، انا اصحبها، والجمهور العماني كله فوق راسي وعزيز علي، وانا احبهم. في وقت الهزيمة يشجع، في وقت الفوز يشجع، والجمهور العماني بالعكس دواق وكلهم فوق راسي. وانت بعد من عمان اكاهي، خلي تبين عندك الكاميرا. انا قلت ان لا يكونون زعلانين منك وياخذون على خاطر كلنا ولا خليج واحد. لا لا بالعكس، جمهور العماني ما اعتقد يزعل من ابو علي. المحاوله مستمره، الفقوره قائمه، تصل الى ويلتون، ويلتون ويلتون يبررها، ويلتون يهيئها كره في الجول. الله، ويلتون البرازيلي. ان شاء الله جاي الثاني، ان شاء الله باذن الله باذن الله. قادرين قادرين اكيد. بتلعب قدام السد؟ السد من يكون السد؟ راح انا الريان. شوفت عينك ان شاء الله. جاء علينا قولين، لكن الربع ما طلعوا ان شاء الله، والربع ان شاء الله اللي بالملعب ان شاء الله بيحسوا بربعهم، اللي برا ان شاء الله بيجيبون الفوز ان شاء الله. تصل الى وسام رز، اماميه طويله في منطقه الجزاء، كارلو سيناريو هياها، ايفرسون ايفرسون ايمي ايمي يحب العقرب إلا أن تكون له اللدغة إلا سعى العقرب. ألف ألف مبروك من الحين، الحين المباراة ما خلصت، ألف مبروك للزعيم يعني. والله يعينه مدرب الريان على لعيبته صراحة. الضغط أنا إيش أقول لك، والله خاسر خاطر مدرب الريان، بس يعطيهم العافية اللعيبة. ما قصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. شفت نيريو هياها، وصلت إلى إيفرسون وحدة بيمينة في مرمى قاسم برهان، الثالث للسد 3-1. متفائل ليش؟ متفائل كذا جمال تمسخر علي. انا ما تمسخر، افضل مني. صح صح، بس في النهايه اللي يبيه سعود بن ناصر، وهذا اللي يبيه مولود سعود. سعود فريقك، فريقك فريقك كم سنه بيظل على هالحاله؟ فريقي اقول فديت خشمك يا عبد الرحمن بن مبارك، فديت خشمك. اليوم عبد الرحمن مبارك احسن من سعود بن ناصر صح؟ انا ما حبيبي، انا ما ابغي اتكلم واخوض في موضوع عبد الرحمن بن مبارك، لكن اقول له فديت خشمك. زين قول لي قول لي قول لي، الخساره من يتحملها؟ الخساره هذه من يتحملها؟ ولين متى بتظل على هالطريقه؟ اسال هوبش واسال سعود بن ناصر واسال. خلاص المباراه انتهت بالنسبه لك، موسمك انتهى، موسمك انتهى. انا من فتره سلمت على رياني، قلت له اشوفك. بقول لك لا، الموسم الجاي ان شاء الله ما راح تشوفني، لان انا ما عندي استعداد اعور قلبي مع ناس انتهى فيهم الحب والولاء لنادي الريان، يبنون لي فريق نصه من الانديه الثانيه، والله احسن فريق، هاي ريال مدريد ما سووها. انا اقول لك الاداره لازم تستغل الصراحه. حرام الجمهور يطلع زعلان. معقول بصراحه الجالس يحصل في نادي الريان؟ معقول هالشعار؟ الشعار هذا يطلع كل مره تطلعون خسرانين؟ شفت شلون احمر؟ شلون استوى لونه؟ من الخساير، شلون صار من الخساير؟ ما استوى احمر. ليش الخساير متتاليه بهالطريقه؟ دقيقه، عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري عشان انا عادي، عندي ما عندي اي مشكله، انا اتشرف بهالشعار. ان شاء الله تشجع الريان وتخسر وتنقهر. ما عندي ليش اشجع وانقهر؟ انت وايد مقبول اليوم، وايد مقبول صح؟ انا ما عندي مشكله، شعار ريان الانديه القطريه كلها غاليه، مو مشكله. ثلاثه يمكن الرابع جاي بعد الطريق. بعد جاي الرابع والخامس، السد ما يستهنفي بس الريان خلاص. لا تقول انك انا اقدر افوز على السد واقدر افوز على السد، قبل المباراه كلكم متحمسين، بعد المباراه هذا قال لك هالكلام، خليه يجي الحين ويتكلم قدامك. معقول يا جماعه؟ راح خلاص الريان سلم عليه صراحه. معقول الجالس يحصل الحين الموسم هاي جاهز كشه كشه كل موسم بهالطريقه؟ انت كم سنه صار اي جاهز كشه؟ شايف اولت العام جبت كاس الامير بس، او قلت لي اولت العام اولت العام الموسم الماضي واللي هذا الموسم خلاص. فعل ماضي، فعل ماضي. تبي ناخذ بطوله دبليو 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 دوت الرهيب